ليبيا والذئب، تنظيم الإخوان في ليبيا. البداية 1949، بعد اغتيال النقراشي واغتيال حسن البنا هرب ثلاثة من الإخوان المسلمين إلى ليبيا، تبنتهم الحركة السنوسية من مبدأ ديني. الحركة السنوسية واحدة من الحركات التي تأثرت بها الجماعة، ومؤسسها حسن البنا تأسست عام 1837. 1954، أول شعبة منظمة. بعد محاولة اغتيال عبد الناصر 1954، هربت مجموعة أكبر من الإخوان إلى ليبيا، بدأوا في تأسيس تنظيم هناك. في 5 من أكتوبر 1954 أسست أول شعبة منظمة في بنغازي، أسسها عز الدين إبراهيم مصطفى، مارسوا من خلالها نشاطهم بصورة علنية، لكن نشاطهم لم يستمر كثيرا. ابن عم الملك الشريف محي الدين السنوسي والمنضم للإخوان اغتال ناظر الخاصة الملكية إبراهيم الشلحي أمام مقر رئاسة الوزراء. اغتيال الشلحي كان أول حادث اغتيال سياسي في ليبيا يقف وراءه الإخوان. أصدر الملك إدريس السنوسي قراراً بوقف نشاط الجماعة السياسية. العودة من جديد 1963، عادت الجماعة مرة أخرى في بداية الستينات، بحثت إمكانية إنشاء تنظيم يجمع عدداً أكبر من الأشخاص. اتفقوا على تأسيس فرع آخر للإخوان، تولى قيادته الشيخ فتح الله محمد أحواص. أصبح للجماعة فرعان، فرع بنغازي وفرع طرابلس. بعد انقلاب القذافي 1969 وإعلان الجمهورية الليبية، عمل معهم لثلاث سنوات، تسلموا خلالها مناصب حكومية قبل أن يوقفهم مرة أخرى ويحضر أنشطتهم. العودة الثالثة 1982. في 1982 عاد عوض الزواوي من أفغانستان وأسس الجماعة الإسلامية في ليبيا، ضم في صفوفها إسلاميين من تيارات مختلفة بينهم الإخوان المسلمين. الجماعة حاولت إسقاط نظام القذافي 3 مرات، 1986 و1987 و1989. في نهاية اعتقل الزواوي وفر الباقي إلى أفغانستان. انبثق عنها في التسعينيات الجماعة الليبية المقاتلة، جماعة إرهابية من أشهر قادتها الإرهابي عبد الحكيم بالحاج. 1996 حاول اغتيال القذافي بتمويل بريطاني. عاد الإخوان مرة أخرى إلى الساحة من خلال الحوار مع القذافي. العودة هذه المرة كانت بدعم نجل القذافي سيف الإسلام، كان غرضه استمالة الجماعات الإسلامية في ليبيا لدعم وراثته للحكم. أرسلت قطر بعض قيادات الإخوان والسروريين للقاء القذافي وابنه. الصفقة كانت تأييد تولي سيف الإسلام الحكم مقابل تحويل ليبيا لدولة إسلامية. القذافي ظهر بعدها في مظهر إسلامي، وصف نفسه بالزعيم الروحي للإسلاميين شرق ليبيا. بحلول ثورات الربيع العربي كان هناك 1000 إخواني في ليبيا، وتضاعف الرقم في 2012 10 مرات، لتبدأ مرحلة جديدة كليا بعد الربيع العربي. القرضاوي حرض على قناة الجزيرة بقتل القذافي. أنا أفتي الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي، من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل. قتل الإسلاميون القذافي وعززوا تواجدهم في ليبيا. مارس 2012، التمكين. بعد إسقاط نظام القذافي عاد الإسلام السياسي في شكلين، يعملون في ظل النظام، آخرون يلعبون دور المخربين خارجه. شكل الإخواني محمد صوان حزب العدالة والبناء على غرار حزب الحرية والعدالة الإخواني، هدفه إنشاء خلافة إسلامية. لم يفز الحزب سوى 17 مقعداً من أصل 80. الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة غيرت اسمها إلى الحركة الإسلامية الليبية للتغيير، وأصبح عبد الحكيم بالحاج رئيس المجلس العسكري في طرابلس، لتبدأ ميليشيات جديدة في الظهور، كتيبة أنصار الشريعة، كتائب السجين الشيخ عمر عبد الرحمن وغيرها. حالياً يقيم عبد الحكيم بالحاج بين الدوحة وإسطنبول، ويمتلك شركة أمنية لشحن المقاتلين السوريين إلى ليبيا.